جرى مع أسامة ومعانا بشكل عام أنه كانت على خلفية حرق مركز الشرطة في جبع. بعد حرق المركز داهموا البيت عنا. أسامة وسليم كانوا موجودين في نابلس في ذاك الوقت، أسامة كان على اللمسات الأخيرة للجامعة، وأخذوني أنا، أخذوني يوم يعني عندهم الصبح، كنت مروح من صلاة الفجر. أنا استغربت يعني، فلما نزلت معهم بقول لهم شو المشكلة؟ بقول لهم أولادك، بقول لهم ليش؟ بقول الأولاد يعني، بقول لي كنت أسمع أنا بسلم كل أولادي بشرط إنه ترجعوا للكاميرات، إذا الكاميرات بتظهر أولادي لهم علاقة في مركز الشرطة أنا مع عقوبتهم. بعد فترة تم مداهمة سليم وأسامة، سليم ما مسكوهوش، مسكوا أسامة، وبدأ المسلسل. طبعا نزل على المحكمة أول مرة مددوه 48 ساعة، بعدين مددوه 15 يوم، في كل بين محكمة ثانية نعمل إخلاء سبيل. آخر ما حرر بالإخلاء السبيل الأخير، القاضي ما رفضش إخلاء السبيل، كان أنا بدرس ملف التحقيق، درس ملف التحقيق، كان يوم ثلاثة الخميس برن علي المحامي بكل جهز كفالة، أسامة بده يروح ويعني وفي معه إخلاء سبيل بكفالة. أنا طبعا بسطت وديت وراء أمه، قلت لي يلا لك ولا مصاري، ورحت استقرضت مصاري وجبت تاجر وكفلناها وختمنا الأوراق كلها، وعند آخر ورقة عند المباحث وقفت الأمور، لو بقول لي ابنك مش رايح أروح اليوم، بقول لي إيش؟ بقول لي بعرفش. قلت شو بتعرفش؟ ما في معنا إخلاء سبيل، شو بتعرفش يعني؟ قال لي بقدرش أقول لك، بقدرش أروح اليوم، جبت عليه قضية ثانية. قلت لي يا زميلي شهر عندكم. من أين جت القضية يعني؟ من أين جت القضية الثانية؟ بعدين صبرنا لبعد تقريبا لقبل المغرب شوي، روحنا. ثاني ورجعت لبقول لي ابنك على ذمة المحافظ. طبعا هو بعد ما صار على ذمة المحافظ ووصل لطريق مسدود انه شكله بده يروح، فهو اعلن الاضراب على الطعام، اضرب على الاضراب على الطعام وعلى الشراب. هاي الاشكاليه انه اضرب على الطعام والشراب. الانسان يعني قد ما بده يتحمل على الاكل، بيتحمل يوم اسبوع 10 15 20 يوم بالوضع الطبيعي ممكن يتحمل، بس يشرب مي وسوائل. فراح من البدايه على اضرب، الله ييسر امره، على المي. الولد يعني او الشاب تعب بشكل مش طبيعي يعني، انا شفته هو يعني بخسر بيه كعب. فاترجيت رجاءه اول مره انا وامه وعماته وكل واحد عم بيمون عليه يا اسامه، كان مستحيل. طبعا بعد ما يعني بعد ما هو صحته يعني شبه انتهت، وافق انه يشرب سوائل ويشرب ميه، وعلى وعد انه ما يفوتش على النظاره، يفوت على غرفه بناء على تقرير الطبيب. الطبيب يكون لازم يقعد في غرفه في هويه وشرحه، لانه عنده مشكله حساسيه في صدره. الجمعه نكلوه بوعد من مدير الشرطه انه يروح على غرفه، فتفاجئنا راح على النظاره كمان. لحد الان بالنظاره، انه اولا احنا بتنمنا شغلتين، او الامنيه الحقيقيه انه اسامه مع قرار إفراج وإخلاء سبيل من المحكمة، زائد النيابة اللي بتوقف ضد المتهم ما عندهاش مشكلة بتروح تسأل أسامة، يعني ما استأنفتش لأسامة على القرار، وهذا ما صرح به المحامي في محكمة العدل العليا. قال له أصلا لما قال له بدي شرح النيابة، قال له ما هي النيابة أصلا ما استأنفتلوش، واليوم يعني معها خلال 7 أيام تستأنف له، ما استأنفتلوش. فكونه ما استلفتلوش بدهاش إياه، والقاضي ما وافقش على إخلاء السبيل إلا بعد ما درس ملف التحقيق. لكن احنا تفاجأنا في النهاية إنه اعتقال أسامة مش على مركز الشرطة، تلفيق جنائي، هم بدهم إياه أمني وسياسي، وما قالوا إنه أمني وسياسي من البداية، والأمن وذمة المحافظ ما لهاش علاقة بالشرطة.